السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، حلقتنا لهذا الأسبوع مميزة، ندعوكم لمتابعتها. نشد الرحالة فيها إلى المغرب ثم العراق، بعدها نزور إيطاليا ونبقى في أوروبا لنجوب فرنسا، وأخيرا نصل بكم إلى هولندا، فأهلا بكم. تعتبر المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي تتوافر فيها شجرة الأرقان، هذه الشجرة التي يمتد عمرها إلى قرنين من الزمن، وتنتشر في جهة سوس ماسا درعا، وتمثل ثاني نوع من الأشجار في البلد بواقع 20 مليون شجرة. التفاصيل مع مراسلنا كريم القرقوري. شجرة الأرقان المعجزة الطبيعية التي ينفرد بها المغرب عن باقي دول العالم، تنتشر غاباتها بمنطقة سوس بالجنوب المغربي على مساحة تتجاوز 800 ألف هكتار بواقع 20 مليون شجرة، يستخلص منها زيت الأرقان الذي يعتبر معجزة طبيعية للتداوي من مجموعة من الأمراض التي استعصي على الطب الحديث علاجها، هذا إضافة إلى فوائدها الغذائية حيث تعتبر غذاء متكاملا. الدولة كتمنح في كل ما يخص الوسائل ولا الآليات تاع الانتاج تاع الزيت انه تكون عند التعاونيات، وفي اطار اخر انه كتواكبهم باش هذوك التعاونيات والمنتجين ديال الأرقان يستوجبوا المعايير الدوليه اللي تمكنهم انهم يولجوا للاسواق العالميه. وتبذل الدولة المغربية مجهودات كبيرة للحفاظ على غابات الأرقان وتشجيع زراعتها ودعم المنتجين لزيوتها الغنية والثمينة وتشجيع إقامة وحدات لصناعة أدوية تستخلص من زيتها ومستحضرات التجميل. وقبل استخلاصها تمر زيت الأرقان من عدة مراحل تبذل فيها النساء الأمازيغيات مجهودات جبارة، بدءا بجمع ثمرة الأرقان وفرزها وتنقيتها ثم طحنها وعصرها. تخصنا غير باش ننتجو لتر ديال الزيت كيخصنا 33 كيلو ديال من الفواكه الجافة ديال اللي كنسميوه أفياش باش ننتجو، إذا وكيخص تقريبا واحد كياخذ واحد 3 ايام الى 4 ايام ديال العمل باش تنتج لينا هذه المراه هذا الليتر. مراه واحده خصها 3 حتى 4 ايام باش تنتج ليا واحد الليتر ديال الزيت. والى جانب فوائدها الاقتصاديه التي يمكن تحفيزها بزياده الاستثمار في منتجات الأرقان، يعول الكثيرون على جهود الدولة المبذولة لحماية هذه الشجرة وزيادة في عددها لحماية البيئة، ذلك أن جذور الشجر الممتدة في أعماق الأرض تساعد على التئام التربة وتمنع التارية، خاصة وأنها تنتشر في مناطق تعاني من ظاهرة التصحر. هي شجرة كانت بحرية منذ ملايين السنين، اليوم أصبحت برية بصيت عالمي اختارت معه التربة المغربية موطنها الوحيد في العالم لتستحق معه كثيرا من الكرم والاهتمام. كريم القرقوري لبرنامج عين للعالم، أرقان وسط المغرب. يعد شمال العراق واحدا من أهم الأماكن السياحية المهمة في العراق وحتى على مستوى العالم، لما يضم من مصايف وأماكن سياحية متنوعة وممتدة على عدة مدن في إقليم كردستان العراق، التي تمتاز بالطبيعة الخلابة من شلالات وعيون مياه عذبة وأشجار متنوعة لتكون قبلة السياح والزوار للاستمتاع بأجواء الصيف. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا حيدر جواد. يصح أن يطلق على مدينة أربيل وصف المجمع السياحي، فهي تضم عددا كبيرا من المصايف التي تمتع الزائر بمناخ جميل وهواء نقي ومياه باردة تجري من الينابيع المنبثقة من أعالي الجبال وغابات كثيفة من أشجار الفاكهة التي تحيط بها. هناك عمل دؤوب على تطوير المواقع السياحية والخبرة العراقية الكردستانية التي تعمل حاليا، وهناك شركات عالمية أخرى تعمل في قطاعات السياحة خاصة في قطاع الفنادق. المدينة المائية أكواتارين الواقعة على الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين هي ملاذ صيفي لعوائل أربيل وضيوفهم
ومرتع للسائحين الوافدين من مختلف البلدان والسفرات والرحلات الترفيهية، حيث يجد الكبار فيها بيئة آمنة وممتعة، ويجد الصغار فيها الكثير من الأنشطة الخاصة بهم عبر أنواع اللعب المائية. مدينة مائية مدينة كبيرة ونادرة بالمنطقة بالأربيل على طريق المصيف، يجينا زواير هواية بالعراق، من يجينا من جنوب ومن وسط ومن بغداد ومن كل مكان يجينا. عندنا خطط للتكبير للمنطقة منطقتنا ونشاطات عندنا هواية هناك. قالي علي بيغ مصيف يتربع على عرش جمال شلال يحمل هذا الاسم، يتوسط سلسلتين جبليتين تتفرع عنه أنهر عديدة، وتنحدر مياهه إلى واد تعتليه جسور صغيرة، وتحيطه المطاعم والمقاهي التي تزدحم بالمصطافين والسواح، وإلى مصيف بيخال التابع لقضاء راوندوز شمال شرقي مدينة أربيل، حيث يتدفق شلال بيخال من سفح الجبل وتغمر مياهه الصخور الجبلية، ثم تتوزع إلى شلالات أصغر لتشكل لوحة مائية رائعة تجذب أعدادا كبيرة من السائحين القاصدين أماكن الراحة والاستجمام في روضه المدهش. أنا من بغداد جاية سائحة إلى أقليم كردستان الأربيل، يعني جو بغداد حار وهنا جو لطيف وحلو، الأجواء كلش حلوة ورائعة والحمد لله والشكر متونسين والأجواء كلش حلوة. وفي أربيل مصايف أخرى جديرة بأن تكون قبلة للسياحة الصيفية لما تتسم به من طبيعة ساحرة، منها سهل حرير وكهف شانيدار ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران. جبال تكسوها الخضرة وبحيرات خلابة ورذاذ المساقط المائية، لوحة بالغة الروعة والجمال، إنها مصايف أربيل. حيدر جواد ببرنامج عين على العالم من أربيل. قد لا يوجد منافس لحيوان دب الباندا في العالم من حيث حصوله على الدلال والرعاية، فضلاً عن الاحتفال به سنوياً في ذكرى عيد ميلاده. نتابع. لا تمر السنوات من عمر دببة الباندا العملاقة دون الاحتفال بأعياد ميلادها في شرق آسيا، ورغم بساطة مراسم الاحتفال بعيد ميلاد دب الباندا إلا أنه يتصرف بسعادة بالغة، وهو يلتهم كعكة الاحتفال المكونة من قطع الخيزران والجزر وقطع الجليد وسط حضور محبيه والمشرفين على رعايته في المتنزه، وهو تقليد دأبت عليه كل المتنزهات في الصين. أما الباندا يوانزاي فكانت أكثر حظاً ودلالاً، وهي تحتفل بعيد ميلادها الرابع بحديقة حيوان تايبي في تايوان، حيث تناولت كعكة عيد الميلاد والفواكه المهدى لها. وتعد يوانزاي أول باندا مولودة في هذه الحديقة من أبوين أهدتهما الصين لتايوان في عام 2008. كذلك أقام متنزه إيفرلاند الترفيهي في يونجي بكوريا الجنوبية احتفالاً خاصاً بالباندا الصيني ليباو بعيد ميلاده الرابع، حيث كان يتمايل على كعكة عيد ميلاده ويأكل مخبوزات الخيزران والبطيخ. ويشار إلى أن زوجاً من الباندا العملاقة وصل إلى كوريا الجنوبية في 2016. الأجواء الاحتفالية حظيت بها أيضاً زوج الباندا العملاقة ليانغ ليانغ وشينغ شينغ بعيد ميلادهما 11 في حديقة الحيوان الوطنية في كوالالمبور، التي تحرص على سلامة وراحة الباندا اللذين كانا قد وصلا إلى ماليزيا عام 2014 بمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الصين وماليزيا. وزادت الأفراح بولادة صغيرتهما نوان نوان التي تبلغ حالياً العامين، حيث بدا كرم الضيافة واضحاً من خلال كعكة الجليد المميزة والفواكه المتنوعة وقطع الخيزران المهداة لهم. ونختم بحفل صغير أقامته حديقة الحيوان الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن للباندا العملاقة بيبي لبلوغها العامين، واختار مسؤول حديقة الحيوان كعكة العصير المجمدة وأنواعاً من الفواكه لإسعاد بيبي الباندا المولود في هذه الحديقة بحضور عدد من محبيه ومعجبيه الذين جلبوا الهدايا وقدموا له التحيات. حلقتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل قوارب مزينة بالزهور والفواكه والخضروات. تابعوني أنا فارس شوقي من هولندا. نجدد لكم التحية مشاهدينا الأعزاء.
جسر بونتي فيكيو أو الجسر القديم، واحد من رموز مدينة فلورنسا الإيطالية، وهو من الجسور الأكثر شهرة في العالم. توجد على امتداده المحلات التجارية ومحلات المجوهرات الراقية، ويأتيه العديد من الزوار للتسوق والتقاط صور فوتوغرافية. مراسلنا بالقاسم بكار ينقلنا إلى أجواء هذا المكان الرائع. جسر بونتي فيكيو أو الجسر القديم واحد من رموز مدينة فلورنس الإيطالية، وهو من الجسور الأكثر شهرة في العالم وأقدم جسر في المدينة. يتميز بأنه لافتا للنظر، وتلتف به المحلات التجارية ومحلات المجوهرة الراقية، ويأمه العديد من الزوار للتسوق والتقاط صور فوتوغرافية، وخاصة للتمتع بالمناظر الخلابة ليلا عندما تنعكس الإضاءة على الماء، فيصير الجسر معبرا لعالم الأحلام. كنت أسأل نفسي دائما عن السر الذي يقف وراء شهرة هذا الجسر. اكتشفنا أن شهرة المعلم تكمن أولا في مكانه وموقعه، وثانيا من أسباب شهرة هذا الجسر القديم هي المحلات التي بدأ تاريخها مع الجسر. أعتقد أنه أجمل جسر في العالم، وهو ما يفسر الإقبال المتزايد للسياح في هذا الصيف الحار. المكان جميل جدا، والناس تريد أن تخلد زيارتها لفلورنس من خلال صورة تذكارية فوق الجسر. إضافة إلى موقعه الاستراتيجي وسط المدينة، فإن البعد التاريخي لجسر بونتي فيكيو جعل منه عنصر جذب للكثير من زوار المدينة للبحث عن شهادات تؤرخ لحياة هذه المدينة الساحرة. فهذا الجسر يعود بناؤه إلى عام 1345 ميلادي، وهو أول جسر تم بناؤه فوق نهر أرنو الذي يشق مدينة فلورنس، وهو الجسر المتبقي الوحيد من العصور الوسطى في فلورنس. مع طول عمر هذا الجسر تغيرت وظائفه، ففي البداية كان هذا الجسر القديم مكانا مفضلا للجزارين لاستغلاله في التخلص من بقايا فضلات الحيوانات التي يذبحونها، نظرا لقربه من النهر. وبداية القرن السادس عشر تحول مكانا مفضلا للمحلات وباعة الذهب، وهي وظيفة تلازم الجسر حتى الآن. كما صمد جسر بونتي فيكيو لأزيد من 7 قرون، فإنه استطاع الصمود خلال الحرب العالمية الثانية عندما قام الألمان بضرب مدينة فلورنس بالقنابل ودمروا جسور لمنع تقدم القوات المعادية، لكنهم امتنعوا عن ضرب جسر واحد هو الجسر القديم، بناء عما قيل إنها أوامر صدرت عن هتلر بنفسه خوفا على هدم الأثار وتدمير التحف واللوحات الرائعة المحفوظة في المتاحف المجاورة. السحر والجمال والتاريخ له عناوين كثيرة في فلورنس، لكن أحد هذه العناوين يقودك حتما إلى هنا، إلى جسر بونتي فيكيو، من أجل الاستمتاع بجمال المكان والمناظر الطبيعية الخلابة للمدينة. بالقاسم بكار لبرنامج عين على العالم، فلورنس. تعتبر العاصمة الفرنسية باريس عاصمة عالمية للحلويات، وتكتسب شهرة واسعة في صنوف الحلويات التي غزت كل مطابخ العالم، ومن بينها حلوى المكرون الشهية المتعددة الألوان والنكهات التي ستعرفنا عليها مراسلتنا ماريا مصارع. نتابع. لكل بلد ما يميزه عن سائر بلدان العالم، وحلوى المكرون الفرنسية الرقيقة بمذاقها الذي لا يقاوم تعتبر من أفضل الحلويات التي يمكنك أن تتذوقها في باريس، التي تتميز بمطبخ لطالما اشتهر بصناعة أشهى أنواع الحلويات حول العالم. أنا سعيد بتجربتي في صناعة حلوى المكرون، فقد عملت في مطبخي على تنويع نكهات المكرون بالشوكولا وتطويرها. نحن نهتم كثيرا بالذوق العام وخاصة بالمكرون، ونحاول تطوير طريقة تحضيره ليعطينا نتيجة رائعة من حيث السماكة والطعم والقرمشة أيضا. ويستخدم الطهاة الفرنسيون قدراتهم الإبداعية في صناعة هذا النوع من الحلويات بعدة ألوان ونكهات من الشوكولا والفواكه، لتبهر عيون محبيها وكأنها قطع فنية
قبل أن تكون حلوى لذيذة يعشقها الفرنسيون كثيراً. ورغم اختلاف أشكال الماكارون إلا أن طريقة تحضيرها واحدة، يشكل فيها البيض والسكر عنصراً أساسياً يعطيها قرمشة مميزة. الماكرون يتشابه شكلا ولكنه يختلف كثيرا من ناحية النكهات التي يبدع فيها الطهات، كل بحسب ذوقه والمكونات التي يريد إضفاءها على الماكرون. وقد تميز بإعداد الماكارون بعض أشهر صانعي الحلويات في باريس منذ أكثر من 150 عاماً، ولكن بوصفات تتطور عبر الأجيال حتى باتت مرتبطة بتاريخ فن التذوق في فرنسا. تعتبر حلوى الماكارون معشوقة الصغار والكبار في فرنسا، كما أنها تلفت انتباه السياح أيضاً الذين من غير الممكن أن يزوروا باريس بدون أن يتذوقوا طعم هذه الحلوى اللذيذة. لبرنامج عين على العالم، ماريا مصارع، باريس. ننتقل الآن إلى مهرجان القوارب السنوي الذي يقام منذ 20 عاماً في مقاطعة جنوب هولندا. تعرض فيه القوارب المزينة بالزهور والفواكه والخضروات، يشارك فيه أكثر من 600 متطوع، ويحمل مهرجان هذا العام عنوان كن سعيدا. أجواء هذا المهرجان نتابعها في تقرير مراسلنا فارس شوقي. في مقاطعة الجنوب الهولندية يقام مهرجان القوارب على اختلاف أحجامها الكبيرة والصغيرة، المزينة بملايين من الزهور والخضروات والفواكه، وباستعراض كبير، إذ يعمل المصممون ولمدة أشهر قبل بدء هذا المهرجان بوضع التصاميم للمشاركة في هذا المهرجان ليثير دهشة آلاف الزوار. Vaak veel meer dan woorden. Ze vertellen, ik hou zoveel van jou. Doen ons denken aan de mooiste momenten. Zoals het trouwen met de allermooiste vrouw. على مدى 5 سنوات متتالية يقام هذا المهرجان ويزداد رصيد نجاحاته بتنوع عروضه السنوية. قبل 20 سنة جاءت مبادرة من بلديتين بعرض منتجاتها على القوارب، وبعد ذلك اتفقت البلديتين بأن يكون هذا سنويا حتى توسع، وأصبح لنا برنامجا سنويا نعمل على إعداده طيلة السنة، ولدينا من العاملين المتطوعين والذين يصل عددهم 600 متطوع. ثيمة هذه السنة هو كن سعيداً، هكذا الفرح والاحتفال والضحك مضمونه. في مقاطعة جنوب هولندا والتي تعتبر المركز الأكبر لإنتاج الزهور والخضروات، نقوم بهذا الاستعراض ونقدمه إلى العالم ليتعرف الناس على منتجاتنا، وبهذه الطريقة وصل عدد الزوار إلى 500,000. تقطع هذه القوارب مسافة 80 كيلومترا عبر قنوات جنوب هولندا، يصل عدد الزوار إلى 500,000 زائر جاءوا لمشاهدة القوارب المزينة بألوانها وتصاميمها الرائعة والتي وصل عددها 50 قارب. فكرة تحريك هذه القنوات الساكنة إلى نشاط اجتماعي
والتفاعل الموجود ما بين الزائر والمشارك دلالة واضحة بنجاح هذا المهرجان. لبرنامج عين على العالم، فارس شوقي، هولندا. والآن مع مجموعة من الأخبار الطريفة والمنوعة اختارتها لكم سهام شريف. دقيقتان وست عشرة ثانية كفيلة بإصابة العشرات من الأشخاص خلال إطلاق ثيران في مهرجان سان فيرمان بمدينة بامبلونا الإسبانية الذي يشارك فيه نحو 2000 من المشاركين الذين يهرعون لتفادي عشرات الثيران الجامحة في أنحاء المدينة. ولم تنجم الإصابات عن نطح الثيران بقدر ما كانت بسبب السقوط والتدافع. ويحظى مهرجان سان فيرمان بتوافد آلاف السياح من جميع أنحاء العالم ليركضوا أمام الثيران إلى جانب السكان المحليين. يعتبر الكثير من الأزواج أن التسوق مع زوجاتهم كابوساً ومصدر ضجر لا يحتمل، إلا أن هذه المشكلة لم تعد تواجه الرجال في الصين في مراكز التسوق، فقد أعد أحد أكبر المراكز التجارية في شنغهاي حجيرات مجهزة بأرائك مريحة تقابلها أحدث ألعاب الفيديو للقضاء على الملل. وقد ذكرت شركة رو سمارت تكنولوجي صاحبة الفكرة أنها دشنت الحجيرات التي تعرف باسم مان بود في مركز جلوبال التي تشهد إقبالاً كثيفاً من آلاف الرجال منذ افتتاحها لقضاء وقت ممتع أثناء تنقل الزوجات بين المحلات التجارية للتسوق. تزينت سماء إيطاليا بثلاثين منطاداً فيما وصفه المنظمون بأنه الحدث الأكثر استرخاءً في قائمة مسابقات المناطيد الدولية، وانطلقت المناطيد الملونة مع شروق الشمس على وادي ساغرانينتو في منطقة أمبريا في وسط إيطاليا، ويعتبرها المشاركون أنها طريقة لطيفة لرؤية العالم ليس كركوب طائرة أو هليكوبتر، حيث يمكنك النظر 360 درجة في كل الاتجاهات. ويتنافس متحمسون جاءوا من أنحاء أوروبا ومناطق أخرى في الدورة الثالثة لكأس ساغرانينتو الإيطالي الدولي للمنطاد في حدث يعتبر عطلة منطادية مميزة. في كل عام تعيش بلدة بونيول بشرق إسبانيا مهرجان توماتينا حرب الطماطم السنوي الذي شارك فيه هذا العام أكثر من 20,000 شخص تبادلوا الترشق باستخدام 160 طنا من الطماطم التي أوشكت على الفساد. ورغم التعزيزات الأمنية بعد الهجمات الإرهابية التي طالت مدنا في إسبانيا، لم يفقد الإسبانيون والسياح متعتهم بمهرجان توماتينا من خلال خوض حرب الترشق بالطماطم والانغماس في عصيرها كبارا وصغارا، والذين فضلوا ارتداء قمصان صفراء تحمل شعار المهرجان. ويقال إن حرب الطماطم تعود إلى ترشق عفوي نشب بين قرويين عام 1945، لكنه اجتذب بعد ذلك اهتماما واسعا في كل أنحاء العالم. كل صباح يقوم سوتينو هادي بقيادة سيارته بيمو أو التوك توك ذو الثلاث عجلات بحمل مجموعات من الكتب والقصص الصغيرة والمجلات وكتب التلوين لتوزيعها على الأطفال في الأحياء الفقيرة في جاكرتا. وقد جمع هذا الرجل الإندونيسي البالغ 62 عاماً هذه الكتب من الجامعات والمكتبات التي تبرعت بها، وأغلبها موجهة للأطفال من سن 7 وحتى 18 كنوع من التشجيع على القراءة وتسهيل وصول الكتاب إلى الأطفال في الأوساط الفقيرة. ويخشى سوتينو بعد اعتماد قانون حظر السيارات القديمة التي تسبب تلوث البيئة من مصادرة سيارته الصغيرة التي كانت مصدر سعادته خلال توزيع الكتب على الأطفال في كل الشوارع والأزقة الضيقة التي يحرم فيها الأطفال عادة من نعمة القراءة والمطالعة. أخيراً، هذا أول معرض لصور ذاتية ثلاثية الأبعاد في نيويورك تم إنشاؤها من خلال عينات الحمض النووي للجندي الأمريكي السابق تشيلسي مانينغ الذي سجن عام 2013 في انتهاك لقانون التجسس. ويحقق المعرض في التكنولوجيات الناشئة لبناء الهوية الجينية باستخدام مسحات الخد ومقتطفات من خصل الشعر التي أرسلها الجندي بينما كان في السجن حين كان وجهه مخفياً عن الرأي العام حتى إطلاق سراح. وتجمع الصور استخدام الحمض النووي في الفن تحليل الفكر والهوية والتعبير، كما يجمع بين الكيمياء والبيولوجيا والمعلومات والأفكار عن الجمال والهوية. نهاية هذه الحلقة مشاهدينا التي نأمل أنها نالت رضاكم واستحسانكم.
نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.